18 رمضان، حياكم الله مستمعين دوانية المارينا. دوانيتنا بطلناها من الحين وبنقفلها ونبندها الساعة 4 بصحبتكم أخوكم نادر كرم، مهند يوسف وفهد كميل أسمر والجميل. يعطيك العافية أبو كميل، مساك الله بخير. مساك الله بخير أخوي نادر. اليوم العافية حبيبي، الله يسلمك. اليوم أنا مفرع لأن ما أدري، حسيت أن يعني دائما أطلع بأبهى صورة. حلة بأبهى حلة، يعني ساعات أطلع طرقال، صح، ساعات بجنز، ساعات بكجولو، ساعات يعني أنت قاعد تموه. أي أموه أنت جاسوس؟ لا ملا هذه حركات واحد جاسوس. يمكن واحد لما يشوف فهد كميل يقول لا هو احلى شنو اللوك اللي ممكن اللوك احلى بالبدلة. احلى بالبدله، صح. انت ما شفت بالبدله السكلوما؟ اوه بس بدله. والباينباق الباينباق هذه لابسها؟ الباينباق شنو الباينباق؟ هذه اللي ما تعرف، هذه النكتاي. الله الله الله، انك تايه على تصدق هي باين باك، بس في ثقافات اخرى اللي فضلت فيها. صدق والله كنا قبل يقولون باين باك، هي باين باك بس انت تبي بالفرنسي. بالسويسري هذه، بالسويسري هذه، بالسويسري. ايه احنا تاتو ما نشوف تاتو هذا اللي ايه غير، هذا غير. شخبارك؟ الله يطول عمرك. تب ابو طلال يوم الاحد في طريقي، ما في مدارس. لحظه انت لا صدق انت تقرا شيء؟ والله قريت، والله دريت. شلون؟ عرفت انك بتتكلم انه يعني انت من عينيك اقرا افكارك. اي والله هذا ما شنو بالاسي حاكم عيون حضرتك ويصبح ناسي. شفت اللي كنت تبي تقوله؟ ايه لحد الحين في غبشه. اي والله انا صادني واحد من ربعي مش يقول لي دازل لهم في غبش. لا لحظه عشان اكون لا بشوفك انت فاهمني ولا مفاهمني. غباشي هذا؟ لا غباشي، لا يعني غباشي غبشه يعني عليها. اي لما ما تشوف عدل، صح، هذا غباشي يقولون باللي عندنا. زين ما عاد لا تضحك. الاحد شنو انت شنو فكرتك؟ ان الاحد ما في الا اونلاين. يا سلام. بس قالوا انا بفهم هذا 10 الاواخر لحد هلا. ايه لحد دلوقتي. ايه هلا. إيه؟ ودلوقتي ودحين دحين لحد هلا ودلوقتي ودحين ماكو شيء رسمي. شلون قالوا لهم بلغوهم؟ منو اللي بلغ منو؟ ولي امر امس يقول لي ما حد بلغ احد. شلون امس اقول ربعنا اثنين بلغوا عيالهم صغار قالوا لهم ما حد بلغ احد. ها انما اقول لك ما حد بلغ احد الخبر الذي تم نشره فحوه. عطني الفحوه. هذه الفحوه لما تفوت. ايوه فحوه. ان الاداره الفنيه في وزاره التربيه تدرس موضوع تحويل الدراسه في العشر الاواخر الى اونلاين. برافو عليك. ورفع هذه الدراسه من قبل اللجنه الفنيه الى وزير التربيه للبت. شلون يبت؟ البت لما تبت. شلون اشوف البت؟ هذا البت. عدل. علشان يبت فيها. هناك اقاويل، انا والله لا التقيت الوزير ولا تواصلت مع الوزير. شنو الاقاويل؟ ناس يقول لك ان الوزير راح يبت بالرفض. الوزير راح اوه صادها والله. بت 90 حاطها العمري. انت ما طوف شيء. يا ريور اسم الله عليك تبارك الله. إيه الوزير معالي الوزير يقولون ما ادري عنه. ايه هذا من الاقاويل والاشاعات. يقولون انه يبت في رفضها. وناس تقول لك لحد الحين لا ماكو شيء بالافق يلوح. ماكو شيء. يقول لك من اليوم ما راح ينامون. لا لا ناس على اساس انه يوم الاحد. ماكو شيء. خذ الابديت، بعض المعلمين وبعض اخواتنا المعلمات ايضا لحد الحين ما حد فيهم يدري ان كان هذا الموضوع صجي ولا كلام والسلام. ليش؟ لان واحد من اخواتنا المعلمات يقول يا جماعه بلغونا علشان احنا لما نحضر حق الماده للشرح تفرق ما صح. بين حضوري وما بين اونلاين. فلا يصير العمليه مفاجئه. والمشكله العوك شنو بطلال؟ ان بعض المدرسين حتى اللي يدرسون بالجامعه ما يعرفون حق الاونلاين. تخيل. يعني احنا بالهني بكورونا عانوا منهم، في منهم يقول مدرسين لما جتهم كورونا صار بس الحين اعتقد مع هذا صار عنده اعتقد بس ايه؟ اقول لك يعني مو شطار الحين الخبر الموضوع الصجي من عدمه حتى هاللحظه قلنا احنا اليوم الخميس وقفال دوام اليوم الخميس ماكو شيء رسمي اعلن انه ابتداء مثلا من العشر الاواخر اللي هو صار في يوم الاحد ان الدراسه راح تكون اونلاين. شيء رسمي ما في. اقاويل ممكن. عشان مبلغين ولي الامور. من اللي مبلغ منو؟ واحد من الامور. هذا ولي امر. ولي امر. منو اللي مبلغه؟ المدرسه. المدرسه على اي اساس سندت؟ ما ادري. قالوا له من الاحد للاحد.
شوف لحد 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 يعني مثل لحد هذا الجاي للأحد اللي وراه. لا هذا لما مجمع يسوي خصومات ما يقول لك احنا خصومات يمكن ما في لحد. لا لا ناس تسمعني تكفى تصل ما في الا السداني هو اللي راح يشيل. والسداني والله السداني ابو عمر بس يمكن ما عنده معلومه رأي. لا اكيد عنده معلومه السداني. شوف ارجع اقول لك خبر او استاذ ايمان صدق خبر انتشر فيه خبر انتشر لكن رسميته من عدمه ما في شيء ما في شيء رسمي. زين هل يعيدون الناس الاونلاين اخر 10 ايام؟ تحقق يعيدون الناس؟ صدق في جزء من الناس تتمنى وفي ناس يقول لك لا ما ابي. خلينا نسالهم عيل. اونلاين سهله السالفه على 22 20 90 4 الاونلاين في نهايه العشر الاواخر من الشهر الفضيل الفضيل اليوم شو السالفه؟ خليك معلم اخر 10 اواخر دائما نبدل خلاص قول والله البطاريه تكون خنست احلى على اي حال في نهايه العشر الاواخر من هذا الشهر الفضيل انت مع او انت مع ضد او مع العشر الاواخر تكون اونلاين ولا مو اونلاين قبل الفاصل يا زينك زيناه يا ابو عمر تقبل طاعتك يا سداني استاذنا الكريم والفاضل يا هلا يا هلا تقبل طاعتك ما تقصر دائما نطريك بالخير وما تقصر في تواصلك معنا الله يسلمك ابو عمر هل هناك خبر رسمي ولا مجرد اقاويل مثل ما قلنا لا ما في يعني نشوف حساب الوزاره صح ما صرحت انه والله العشر الاواخر فيها دوام اونلاين هو في ايام في يوم تجريبي يوم تطبيق صح لموضوع التيمز اللي اصلا احنا شغالين عليه من زمان يعني انا كان ودي بس اعرف شنو مشكله التيمز اساس يسوي له يوم تجريبي الوزاره لكن بشكل عام الناس قاعد تطالب انه والله تكون 10 الاواخر هي عطله لكن المشكله يعني رغباتنا ما في على ما تسقط 100% على الواقع لان الفتره فيها اختبارات قصيره صح وبعد العيد خلاص يعني انت لو تعد بعد العيد حوالي 15 يوم او اسبوعين بلى احنا خلاص المناهج خلصت قفال صح اختبارات خرج الجدول اللي يبدون يستعدون حق الاختبارات العاشر والحادي عشر نهايه العام بلى فصراحة الضبابية اللي قاعدة تصير يعني حتى موضوع المطر اللي صار يوم عطلوا المدارس وبلغوا مصباح على خير يعني ليه متى يعني والله الواحد مرة احنا ما نبي نطلع في بهذه الصورة لكن احنا ودنا ان الوزارة يعني يكون في حتى يعني استراتيجية في التعامل مع هالامور سواء الـ يعني الامطار الغبار العطل لانه يعني حتى المفروض ينظر لها من جانب اخر احنا قاعد نعطي عطل جميل. على مثلا كريسماس وعلى شنو طيب اذا الناس يعني يرضيها ان يبون او يتعرفون يبون هالعشرة ايام هذيل يعطلون يقللون وقت الدوام اللي هو اصلا قليل جدا فممكن يصير فيه تدارس حق هالمرض يا زين حجك ويا زين كلامك بس انت الحين تأكد لنا شيء رسمي من موقع الوزارة فيما يخص ان الدوام اونلاين 10 اواخر ما في شيء رسمي احنا هنا بالمدارس يعني مفترض ان بعد احنا عندنا يعني دارات ما راح يبلغونا يوم الجمعة يعني صح مصيبة يبلغونا يوم الجمعة لكن اذا ما يعنى شيء رسمي يقول ان الاسبوع اللي هو العشر الاواخر عطله بس او اونلاين اذا كذي واضح الامر واحنا الحين مع نهايه دوام يوم الخميس ومثل ما قال السداني ان ابو عمر العزيز انه مو معقوله بعد بيك يوم الجمعه ولا يوم السبت يقول لك ترى بلشنا الحين ابو يسوونها مو 6 نص فير مره مدرسه قالوا شو اسمه عطل هذا تو هذا اي تو الحين يعني عادي ترى ما لك مشكله لان انا والله امس قال لي امر قال لي عيالي من يوم الاحد ما في دوامات اونلاين قال لي ما ادري شو قال ابو كميل ما يصير ان يعني الفكره كذي تاخذ من السوشيال ميديا يعني يطلع لك واحد معلم او معلمه اي قط مقترح ولا راي اي صح بشركم ترى صار اونلاين ما فيها الكلام ما فيها الكلام هذه دوله يعني مو كشته وكل واحد يقول على كيفه صح ابو عمر قواك الله وذخر ما نشدناك الا لقيناك قدامنا دائما يا حبيبي ذخر يا استاذ الكريم محمد السدان مشكور يا ابو عمر مشكور يا حبيبي من ابو عمر ايضا الاستاذ الفاضله ايضا ايمان وهي معلمه ومربيه فاضله استاذ ايمان العزيز والغالي السداني ابو عمر عطانا لكن خلني اخذ رايك من وجهه نظر اخرى انت مع الاونلاين في العشر الاواخر ولا ضد استاذ ايمان
أنا أبداً مو مع الأونلاين. مخرجاته جداً ضعيفة. جداً ضعيفة. أنا بعطيك مثال بسيط. سمي هذا. الأسبوع اللي طاف سمى الله عدوك لما كان اليوم أونلاين اللي هو بسبب الأمطار. صحيح. وأنا أيضاً كنت منزعجة لأن إحنا شلنا يامنا لا يأتنا زلازل ولا عاصير ولا فما له معنى يعني إني أعطل في عشان شوية مطر نزل. فأنا ضد هذا تماما. لكن سمي. لما دخلت الأونلاين فالحضور جدا ضعيف. فلما صار حضوري أسأل قول أمي صارت وما قامت تفتح لي النت وتفتح لي اللابتوب. يعني إذا العشر الأواخر الأهالي بيطرون بيتعبدون بيصلون وهذا شيء جميل. احنا ما احنا نتكلم في أكيد حيثيات اكيد ما احنا ضد اكيد ويكون العاقبة والنتيجة ان الياهاي قاعدين وما حد يشغلهم. لا والله زين استاذ ايمان الجزئية يعني الثانية انا اسف احنا قاعدين نصلي الحين ونتعبد ونسوي ونداوم. بس سؤال، هل في شيء رسمي لحد هاللحظة أبداً عن العشرة ما في شيء رسمي؟ أي شيء رسمي ما في شيء رسمي. لكن هو يوم واحد وابري واحد أربعة وأنا ماني عارفة ليش واحد وأربعة حتى ضحكت اليوم أقول لهم الظاهر إنها كذبة إبريل إنه شنو؟ إنه أونلاين يوم واحد وأربعة هذا المؤكد على شان الانتخابات يعني هو الانتخابات أربعة لا واحد أربعة ليش واحد يعني؟ أربعة ليش؟ يمكن على قولك يعني إحنا يعني. الأحد حضوري الأثنين أونلاين ماني فاهمة ليش ليش شنو العوق يعني ليش بس احنا ما حد فاهم ولا احنا ندري ليش. انت معلمة سادة ايمان، احنا الحين مع نهاية الدوام يوم الخميس، ما في شيء رسمي؟ لا يوجد اي شيء رسمي بخصوص العشر الاواخر. جميل. ولو دخلت على موقع الوزارة او المعلم راح تلاقي اغلب التربويين وهم جنود الميدان رافضين الاونلاين وانا منهم ونفضل الحضوري. شكرا يا استاذ ايمان، بارك الله فيك. جواك الله جواك الله. راح ناخذ رايكم بس خلونا نريح مع هذا الفاصل بشكل سريع ونعود لموضوعنا ومسابقات المارينا. ديوانيتنا بابها مفتوح للكل حتى في شهر رمضان. فضل صار وقت قرقعان المارينا اللي وصل معاكم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس خمسة أيام وقرقعان المارينا قرقعان ببيتكم مستمر وياكم علشان الناس أكثر تشارك معنا في قرقعان المارينا. ذكر أبو كميل برقم تلفونه بشكل سريع على 22-20-90-4 22-20-90-4 تتصل راح نسألك سؤال أنا ويا أبو كميل. نعم. على إثر هذا السؤال تجاوبنا الجواب ومن بعدها ناخذ 10 متصلين ومن بعدها سحب على متصل أو فائز واحد من 10 متصلين. إيش راح يربح معانا من قرقعان المارينا؟ مجموعة بوكسات يتصلون عليكم تيجي تختار واحد من هالبوكس. أقل بوكس بيطلع معاك قيمته اللي داخله ما قيمته 250 دينار. أقل بوكس؟ أقل بوكس. سؤالنا اليوم يصير احنا نشارك ولا ما يصير؟ أنا لا ما يصير. لا. أي ما يصير. أنا وأنت سؤالنا للناس شو يقول؟ شو يقول؟ اذكر محل عنده أكثر من فرع في المارينا. هذا مجمع المارينا. عرفتك. في محلات لها أكثر من فرع. صح صح. خلينا نعاون الناس. خلينا نعاون الناس. أنت تبي أجاوبك؟ بنعاونهم ايه؟ مرة واحدة بس نقولها ايه؟ باسكن روبنز. نعم. بول يس. كوستا كريسبي كريم ستاربوكس أطياب المرشود. نعم. عبد الصمد القرشي. نعم. هذيل المحلات لهم أكثر من فرع في مارينا مول. الحين أنا بمنك تسمي لي ثلاثة من المحلات اللي لهم أكثر من فرع في مارينا مول. اول اتصال معاك يا ابو كميل. اسم شكلك انا هلبي. هلو. اطلب الاسم الثنائي وشوي شوي تخرب. السلام عليكم. السلام عليكم. منو يا اخي؟ محمد بن غيث. منو؟ محمد بن غيث. والنعم. محمد بن غيث والنعم والله. الله يبارك فيك. انزين احنا ذكرنا مساء اسماء لها اكثر فرق من في مجمع المارينا صح؟ صحيح. اذكر لي ثلاثه. كوستا وستاربكس وباسكن روبنز. يا سلام عليك يا محمد. سلام عليك. خليك ويانا لنهاية الفقرة ممكن يكون اسمك من ضمن الرابحين في السحب. ناخذ اتصال آخر. أقول مساء الخير. ألو مساء الخير.
مساء النور. هلا والله، يعطيك العافيه. بس تعرفيني باسمك، بارك الله فيك. الاسم الثنائي رقية حمد. معك رقية حمد. الساعة المباركة السادة رقية. رقية، سمعتي سؤالنا؟ باسكن روبنز، حلو، أطياب المرشود، بول. ما شاء الله عليك، أسمع عليك. عطيتيني أربعة أكثر من الثلاث اللي أنا بيهم. خليك معانا وإن شاء الله تكوني من الرابحين في السحب. عط مساء الخير واسم الثنائي. أستاذ لك أنا هابي. هلو هلا والله، يعطيك العافية. هو سبيكينج بليز. نورة السعد. نورة؟ نورة السعد. نورة السعد، الله يسعد قلبك. والنعم والله فيك، والنعم نورة. نورة، اذكري لي ثلاث محلات لهم أكثر من فرع مجمع المارينا. كوستا. نعم. كريسبي. الصمد القرشي. كريسبي كريم، صح؟ وطياب الصمد القرشي. وستاربوكس. بارك الله فيك، خليك معنا نورة نهاية الفقرة، إن شاء الله يكون اسمك مع بقية الأسماء الرابحين معنا اليوم. اخذ هذا الاتصال، اقول الو مساء الخير، منو معي؟ الو مساء الخير. الو مساء النور. منو معنا؟ معكم هدى محمد. هدى محمد، والنعم فيك استاذه هدى. هدى، كيف حالك يا رب؟ ثلاث اسماء من المحلات اللي لديهم اكثر من فرع في مجمع المارينا. بول، اطياب المرشود، باسكت روبنز. برافو عليك، خليك معنا يا هدى. واسمك دشيانه، يعني يزيد شبرك وعافيه دشيانه يعني السحب. ابو كميل، اخذ معاك هذا الاتصال وقول منو معنا. انيثينج ايلز. هلو هلو هلا والله. هلا بعد عمري، منو معاي؟ هلا حبيبي مشاري المطوع. والنعم مشاري المطوع. حالك مشاري، متى راح تفوزوني يعني؟ ان شاء الله، ان شاء الله اليوم. من يوم الاحد وانا اشارك. ان شاء الله اليوم ان شاء الله. شلون يعني؟ الحل وياك يا ابو دادر. الحل الحلف عليك. بس انت ربحت ويانا. حط اسمي 10 مرات. والله انت تشرف فيك مشاري. عطنا الجواب على السؤال. عطنا الجواب. ثلاث محلات لهم اكثر من فرع مجمع المدينه. كوستا وستاربكس واطياب المرشود. سلام عليك يا مشاري. انت قلتها بسرعه راح تفوز. ساعة المباركة يا مشاري، قواك الله يا حبيبي. ساعة المباركة يا حبيبي. اقول مساء الخير، منو معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. هلا والله. منو معانا؟ حصة القطان. حصة القطان؟ نعم. حصة القطان؟ ايه. حصة؟ الو. حصة معاي ولا انقطع؟ ايه حصة القطان. حصة، سمي لي ثلاث اسماء لمحلات لهم اكثر من فرع في المارينا. باسكت روبل، بول، كوستا، كريسبي كريم، ستاربكس، وطياب المرشود. لا لا لا. قواك الله يا حصة، قواك الله يا حصة. الساعة المباركة. من حصة ناخذ اتصال آخر. نقول مساء الخير. ألو. بس دقيقة قبل الاتصال، ذكروني إذا حصة كانت ربح اللي ربحت ويانا، ربحت ويانا ولا ما ربحت ويانا؟ ما أدري والله. طلع اسم شيخه هي تقول حصه. لا لا لا، خليك من اسم شيخه. حصه الله يرضى لي عليك، قولي لي بس تكفى مره ثانيه اتصلي وقولي لي اذا انت اللي كنت رابحه معنا علشان نقدر نربح اكثر عدد ممكن. اذا انت كنت اللي رابحه معنا قبل حلقتين ثلاث فنترك المجال للاخرين من بعد اذنك، لان ما راح يقبلون سحب اسمك اذا كنت انت المشاركه. اخذ الاتصال هذا. الو الو. هلا والله، منو معي؟ عاوز اجاوب السؤال. نعم. اياد. اياد شنو استاذ؟ اياد شنو؟ اياد احمد. شنو ربحها؟ اياد لا ما ربح ويانا اياد احمد. اياد شنو المحلات الثلاث اللي عندهم اكثر من فرع في مارينا مول؟ ستاي بوكس، كوستا كوفي، اطيب المشروب. سلام عليك يا اياد، دشيت معنا سحب وانت المتصل رقم سبعه واحنا نبي 10 متصلين، بس يا ريت حصه القطان تتاكدوا لي يا اصدقائي اذا كان تاكد مع الجماعه. علشان هذا اخذ اتصال اخر زياده على الاتصال مال الحصه، لان مو عن شيء حصه، الفكره وما فيها اذا انت رابحه معنا من قبل ما راح تقدرين تربحين معنا. ها اي كلمها يا ريت يا استاذ. اخذ الاتصال معك. لحظة، هذه حصة معنا مرة ثانية، آسف. حصة يعطيك العافية. الله يعافيك. حصة انت اللي ربحتي معنا قبل. مو أنا. مو أنتي؟ لا لا. بس الساعة المباركة، اسمك ويانا بارك الله فيك. الساعة المباركة، الساعة المباركة يا حصة، مشكورة. ناخذ الاتصال هذا نقول ألو مساء الخير، من وياي؟ ألو. ألو مساء الخير، من وياي؟ سارة مشعل. سارة نشعل. والنعم فيك يا سارة. سارة عطيني. شوفي عندنا 1 2 3 4 5 6 7 محلات لهم أكثر من فرع في مارينا مول، سمي لي ثلاثة منهم. باسكت روبنز. برافو. كريسبي كريم. برافو. وستاربكس.
يا سلام عليك يا سارة، دشيتي معنا هسه. مشكورة يا سارة. باقي لنا اسمين يا أبو كميل أو اتصالين بمعنى أدق. أخذ معاك هذا الاتصال، قول مساء الخير. سنتو هلو 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 منو معي؟ أهلا، زين العنزي. منو؟ زين العنزي. زين العنزي والنعم. والنعم زين. ينعم حالك. زين ذكري لي ثلاث محلات لهم أكثر من فرع من مجمع المدينة. ستاربكس. إيه. ماك. لا 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 كريسبي. يا سلام عليك كريسبي كريم. سلام عليك والله صراحه يا بتهرو. يعطيك العافيه زين. الساعه المباركه زين. الساعه المباركه. اخر اتصال اقول الو مساء الخير، منو معي؟ الو مساء الخير. مساء النور، منو معي؟ نور عبد الله عبد الرحيم. اسف، نوره عبد الرحيم. نور 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 عبد الرحيم. الله يجعل ايامك كلها نور يا نور. نور سمي لي ثلاث اسماء لمحلات عندها اكثر من فرع في فرع من في المارينا. كوستا. برافو. ستاربكس. برافو. عتاب المشرود. يا سلام عليك، شكرا لنور. نور كانت المتصلة رقم 10، لذلك آسف وايد للبقية اللي حاولوا يتصلون معنا وما أخذت اتصالاتهم. المحلات اللي لهم أكثر من فرع في مجمع المارينا سبعة هم. وهم باسكن روبنز، كوستا، ستاربكس، عبد الصمد القريشي، وطياب المرشود، وكريسبي كريم، وبول. هذه المحلات لها أكثر من فرع في مارينا مول. خذينا 10 متصلين، بعد شوي راح يصير عملية السحب لفائز واحد. الفائز راح يتواصلون مع أخواننا في إدارة مجمع المارينا لسحب عدد معين من البوكسات، يسحب بوكس واحد. أقل بوكس يا أبو كميل 250 دينار. في داخله في طياته. في طياته. في جعبته. في جعبته. في محتوى. في محتوى. ما يقدر ب 250 دينار، وهذا هذا أقل شيء. الله. يعني شوف على شو يطلع عليك تال من البوكسات. الله الله. هذا قرقعان المنينة. يعني اللي بيفوز نقول له مثلا سلم ولدهم يا الله خلّلهم يا الله سيدي. شوف احنا صار السحب. لا صار السحب واللي يفوز غن له. يلا. غن له الأغنية. أغن له الأغنية. ناخذ البريك وأنا أخوك. شنو عندنا؟ نريح من البريك. عبال ما الله يقول لك يا ماخذ الأيام. الله. وقف. 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 إيه. لا. كريم. إيه وعاد كمل تلبادي. الله. عرضنك. لا والله بس والله يقول له وقف. قال له وقف بعدين لما قال له وقف إيش قال له؟ ما يصير إلا. والله ما يصير إلا. أنا ما أعرف الأغنية صراحة. ما تعرف الأغنية؟ لا والله. يا ماخذ الأيام وقف. لا والله. وقف. وقف. إيه. لا مو وقف. لا. الأغنية. إيه. لحن. حكي ما اعرفها والله. احساس عبد الكريم عاد والله ما اعرفها. اسمع الاغنيه وراح تعيش. ها من اللي مختارها؟ من اللي مختارها؟ عزوز يوسف معاذ مهند. مهند انا ما ادري هل قاعد يفاجئني والله. قسما بالله. لا جد والله مغشمره. يروح حق الديقان. ها لا مالك شغل. لا. ترى ولدنا ترى عنده حس. عنده حس طربي. حس فني. مجهول للحين. مجهول. مجهول الهويه. مشكور يا ابو يوسف على هالاختيار المتميز. اي والله مشكور لكل مستمعينا. يا ماخذ الايام بصوت عبد الكريم عبد الخالق. الو. ليش 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 قاصدني بهذه؟ انا مو قايل لك هذه تسحني. هذه انا مو قايل تسحني. الو حلوه ترى. انا بكتب كتاب الى الاداره. انا بكتب كتاب الاداره. وليش اكتب كتاب الاداره؟ على يميني انا الاداره كلها. الله. انا على يميني الاداره كلها. هلا 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 هلا. هذا الفلاش. مساكم الله بالخير. شيل هالفلاش اللي تكفى. شنو؟ يسحني والله. ليش؟ الو. لا 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 تكفى. لا لا والله يسحني ابو يوسف. لا هذه شوف. هذا حاصل. هذه مثل الفازه. هذا حاصل. فيها يعني وردة تعجبك، وردة تعجب كميل، وردة تعجب عزيز. هذا حاصل 18 يوم هالفلاش. يبا اذا انا اشتري منكم. خلاص خلاص جيب. ابيع لك كل الفلاشات. انا اشتري منكم. لا بعد شوي بعد بيحط لي انت شوقري. صدق انت شوقري. نبي نحط والله خدمة حجب الفلاشات المزعجة مدفوعة. اوه اذا كذي عاد لك السالفة عاد. حط والله ممتاز. والله حط خوش سالفة. ادفع وحجب يا زدلي. لا ابو طلال ذوقه بالاغاني. ادفع وحجب يقول. ساعة ونص. ادفع وحجب. انت ايش فقري؟ ابو طلال ذوقه بالاغاني ساعة ونص. يبي فلاش. هو يحب اغاني كلثوم. راعي طويلة. اي راعي طويلة. راعي طويلة. اي احنا نحب ما يحب الشورت كات. تقول والله ما ادح اختياراتك والله.
سياراتي انا دمرت حياتي والله ثاني مالي سياراتي دمرت حياتي انت ما ادري وين تروح وتصد وتين يا ماخذ الايام وقف اي والله من ماخذ ايامك انت هالمحطه واللي فيها المحطه ومستمعينها لا بس اغوى شيء لما قلت لنا اللي خذيت الشمس لو الله تتركين الليل بعض النور بعض النور الله قرقعان المارينا قبل كل شيء ابو يوسف استاذنك قرقعان المارينا كان على مدى اسبوع لكن الاسبوع الجاي قرقعان المارينا راح يصير اسمه نقصة المارينا يا سلام نقصة المارينا يا سلام القرقعان وخلصناها نقصة المارينا اليوم خذينا 10 متصلين لقرقعان او نقصة المارينا ومثل ما قلنا الجائزة راح تكون مجموعة بوكسات تختار انت البوكس بعد ما يتواصلون معاك الاخوان في ادارة المارينا اقل بوكس قيمته 250 دينار ابو يوسف كان سؤالنا اليوم اذكر محل عنده اكثر من فرع في المارينا خل اختبرك محل عنده اكثر من فرع في المسبة يلا اطياب المرشود عفية. نعم عنده اكثر من فرع بس شنو قصدك اكثر من فرع داخل مارينا داخل مارينا داخل مارينا هم سبعة ستاربكس. وطلب برافو وطلبنا من المستمعين ثلاثة انت الحين قلت اثنين وباقي الثالث ما راح ادش انا السبعة اكيد بس عطنا الثالث الثالث شنو اللي موجود كوستا برافو عليك سلام عليك برافو عليك نذكرهم مارينا نذكرهم باسكن روبنز كوستا ستاربكس عبد الصمد القريشي اطياب المرشود وكريسبي كريم وبول لكن منو فاز معانا من العشرة اللي شاركوا معانا الله. اسم واحد راح يتم السهم عطى لك حق غملوش لك غملوش الله اول السحب يا غملوش وخلينا نشوف الاسم من سيكون الاسم الفائز قف 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 مشاري نطوع اياد احمد مبروك يا اياد يا احمد ربحت معانا نقصة المارينا أو قرقعان المارينا سابقا كنا نسميه يتواصلوا معك الإخوان في بوكس أو مجموعة بوكسات تختار بوكس البوكس الواحد اللي هو أقل شيء جيمته اللي داخله 250 دينار ألف مبروك لأياد أحمد مبروك مبروك أياد يستاهل ألف مبروك وصراحة كريدت كبير يروح لي طبعا شركة يو آر سي زميلتنا اللي من خلال عالم المارينا ومن خلال مجمع مارينا يقدمون هذه النقصة لمستمعينا ومشاهدينا احنا سعيدين جدا بهذه الشراكة مع يعني احبابنا في المارينا وتحديدا اخوي عبد العزيز الناصر صراحة وتيمة يعني شكرا كبيرة على هذه الجهود اللي قاعد يقومون فيها خلال الشهر الكريم ما شاء الله مارينا مول يعني دائما يتألق ويتأنق في ديكور رمضان بكل شيء كل مناسبات بإضاءاته بالليل بالأتموسفير صراحة نعم عساك على القوة عبد العزيز الناصر وعزيز الناصر شوف جنطته ايه ما شاء الله نشاط الله لا يزيد الله يزيده لا هو مو يملك نص مارينا كنا قالوا لا هو لا 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 يبا هو عنده برا برا هو ريال عنده 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 يخت بكان اي عنده فيلا بميكانوس فيلا بميكانوس اي وعنده بيت بسويسرا هو ما يقول سويسرا أنا سويسرا انا اخوه رفيجي فهد اخوه عنده لا فهد صغير على قد الحانه لا على قد الحانه على قد الحانه عبد العزيز هذا المنشار عبد العزيز هو يعني معروف صاروفتشي كبير دز لي رقمه اليوم لا بس صراحه دز انستغرام او سنابه شيء قوي والله خصوصا لابس فانيلة الجولتشي قوي الفرساتشي الفرساتشي احمر واسود وهذا اي حاط وراه 22 انت ما تحين الحين ولا صار لا 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 ما تحين والله ما عرفت لكم انا اكو واحد قاعد بمكان يطلب شاي قاعد لي شو تبرك زين اروح مكنس اطلب شاي زين يطلب كوكتيل يطلب عصير اي والله حر وقمته بهالصيف ناس تان ماهيتو اي انا مصدق انا اروح اسافر بس عشان اخذ الفواكه هذا اللي يسمونه مع الاستروبري وكذي واحط العود كذي واجيب يعني سوالف باي شيء الا بهالسوالف صدق والله مو لايق علي يعني شيء يقلب الكبد انت قلت الفواكه مع الاستروبري الاستروبري مو من ضمن الفواكه يعني قصدي انه عشان شفت الجلاسز اوكي احط كذي تصلح لي مو نظاره جلاسز جلاس خله احط كذي البرتقاله بالنص من هذا تصير مثل الهلال حطها كذي وهيب العود انت بس ليش قاعد تلعب احنا اقول بعد شوي عندنا استضافه
يعني طالب وطالبه من مدرسه الدانه العالميه. نعم والله. يعني لو يسمعون هني الاكسنت يلطمون. اي والله الدانه العالميه هو يعرفون انجليزي يعني ما في. انا دارس بنسلفانيا. ايش اسمها؟ بنسلفانيا. الله الله. درست متوسطه 6 سنين. متوسطه؟ درست بالمستوصف هناك. درست بالمستوصف اللي هناك هو بالمستوصف. حلو كبير حلو. درست بالمستوصف. الله يتقبل صيامك. الله يسلمك. حبيبي حبيبي. منه ومنك. زين احنا بنطلع فاصل. اي والله اي والله. صغير. نشكر اياد احمد. مبروك. مبروك مو شكرا. ما اعطيك شيء هو. ثانيا لا لا انت لا تقرا الاسماء وتوهقنا مع العالم. اي اي صح صح. اي مالك شغل باللي يشطف اسمه. هذا الخيار الكتروني راح يعني عند اياد. فرق لا تسوينا يعني على قولنا شويه سسبنس دخلنا الطوفه مع الناس. لا ما يصير. زين حبيبي فاصل صغير وراجعين. الاغنيه الجايه شنو بيوسف تكفى نختارها؟ عند عزيز. وين شنو عزيز؟ شنو؟ لا طلع الاغنيه عزيز. يلا يستاهل يستاهل. نبي اغنيه شي فرفشيه. اي اي صحيت الصبح. اي شنو صحيت الصبح؟ خل هذا الحين قبل الاغنيه هذه. يلا يلا تسمعنا بالطريق وعاقد منونة؟ ما يصير. صايم صايم. باك تو يو مستمعين، حياكم الله جميعا. نرحب باللي انضموا الان ويتابعونا على ترددنا 90.4. هذا ترددنا اللي يجمعنا معاكم على الاف ام، وايضا تحيه للي يتابعونا عن طريق مارينا تي في في الستلايت، وايضا اللي يتابعونا مشتركي شبكه او اس ان على القناه 151، واللي يتابعونا على اللف عفوا على البث المباشر في طبعا اليوتيوب، واللي تابعونا على مارينا اف ام ابلكيشن. احنا موجودين على كل هذه البلاتفورمز، ونقدم لكم برنامج الديوانيه يوميا من الاحد للخميس من الساعه 2 لغايه الساعه 4. ايضا في هذه الاثناء ومن باب ايضا تعزيز شراكتنا مع كل المؤسسات وكل الجهات اللي تقوم بمسؤولياتها الاجتماعيه واللي تدعم الشباب اليوم، يعني شاوت اوت وكريدت كبير يروح لمدرسة الدانة العالمية الخاصة بالكويت. هذه المدرسة اللي شاركت مع وفد من الطلبة بمنتدى الشباب والبيئة اللي يقيم بجمهورية مصر العربية الشقيقة، واللي نظم الاتحاد العربي للشباب والبيئة بجامعة الدول العربية. كان عنوان المنتدى المياه والأمن الغذائي، قضايا حياة. وبالفعل يعني المياه والأمن الغذائي هذا هاجس للكثير من الدول والمجتمعات اللي تبذل فيه جهود كبيرة للحفاظ على هذه واستدامة الموارد الطبيعية من خلال يعني حماية البيئة من كل ما ينغصها ويلوثها. يترأس طبعا وفد مدرسة الدانة العالمية المشارك في منتدى الشباب طبعا الأستاذ هاني رفعت، رئيس قسم الأنشطة التربوية ورئيس وفد مدرسة الدانة العالمية. أستاذ هاني مساء الخير وتقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بخير. مساك الله بالخير أستاذ محمد، وطاب الله منا صالح الأعمال إن شاء الله. تشرفنا بالظهور معكم في مارينا اف ام بوفد مدرسة الدانة العالمية، وهو فريق خدمة المجتمع والبيئة، فريق مدرسي متخصص في خدمة المجتمع على مستوى الكويت، لي أنشطة عديدة سابقة إن شاء الله، وماشيين في الخطة وطلبت المدرسة مرحلة الثانوية. نعم أنا يعني ودي أتعرف على الطلبة اللي شاركوا، فنروح إلى يعني طالبة حبيبة أحمد. مساء الخير. مساء النور. شلونك؟ زينة الحمد لله. شلونك؟ الله يعطيك العافية. عبد الرحمن مساك الله بالخير. والله مساك الله بالنور. عبد الرحمن نايف عدل؟ اي نعم. اي شلونك؟ عساك طيب؟ بخير جاك بخير. عادي عادي لا ترتبكون، سولفوا عادي. احنا برنامجنا اسمه الديوانيه، يعني احنا نسولف. زين شلون شفتوا انتم مثلتوا مدارس الكويت في هذا المنتدى؟ خلينا نتكلم عن هذه المشاركه، شلون كانت بالنسبه لكم؟ حبيبه شلون كانت؟ هو كانت حاجه جديده انا ما عملتهاش قبل كده، وكانت فرصه جديده خالص وكويسه خالص انه اتعلم الاعتماد على النفس، لانه احنا سافرنا من غير اهالينا وتعلمنا وتعرفنا على ناس كثيره خالص من دول عربيه مختلفه وتبادلنا الثقافات. تحديدا مشاركتكم كانت كيف؟ يعني انت شاركتي، حضرتي شيء للمؤتمر، شاركتي، كان عندك سبيتش ولا لا؟ ولا كنت من ضمن التيم؟ كنت من ضمن التيم. عبد الرحمن
مساك الله بالخير، شلونك؟ مساك الله بالنور. طيب بخير الحمد لله. شلون كلمنا عن تمثيل مدارس الكويت في هذا المنتدى اللي شاركتوا فيه، المياه والأمن الغذائي قضايا حياة؟ أول شيء هي شيء جميل إن الواحد يمثل ديرته ويمثل شباب الكويت. إحنا كنا الصوت الكويتي في هذا المنتدى، وطبعا من أهم الأشياء اللي خلتنا نروح يعني هذا المؤتمر هو إن إحنا نبي نخفف ما أدري شلون نقول. يقول قول قول عادي، خذ راحتك، إحنا قاعدين نسولف. مشاكل البيئة نخففها يعني عن طريق نشر الوعي الزراعي، عن طريق عدم رمي النفايات. أيوة. وبعد يعني بس هذا شو أقول صح؟ يعني البيئة تستحق الاهتمام، تستحق إن إحنا نهتم فيها من خلال طبعا يعني اليوم لما نتكلم على موضوع الزراعة هذا أمر مهم جدا. يعني وانت شلون تشوف نشاطكم انتم داخل مدرسة الدانة العالمية؟ عندكم أنشطة بيئية داخل المدرسة؟ اي طبعا عندنا أنشطة بيئية، نفس تنظيم حملة تنظيف الشواطئ. حلو. بالتعاون مع السفارة اليابانية. هذا من افضل الاشياء اللي احنا نسويها عن البيئة. متى هذه كانت سويتوها؟ هذه كانت المجموعة اللي قبلي. اي بس المدرسه قاعد تقوم في دورها وهذا الاهم. صحيح. يعني مو مهم من اللي يكون موجود كثر ما يهم ان النشاط يكون موجود. صحيح. اي ف هالسنه غير المؤتمر كان عندكم نشاط اخر خاص في او فعاليه خاصه في يعني البيئه؟ للبيئه لا، بس هو كان السفره اللي كانت في القاهره. بس كانت السفره. اي احنا بنروح الى يعني نناقش مجموعة من يعني أهم ما حصل. مشاركة مدرسة الدانة العالمية في هذا المنتدى، كلمنا عنها وشلون شاركتوا ومثلتوا مدارس الكويت؟ والله كان هو الوفد متكون من 12 فرد، 10 طلاب واثنين إشراف، يعني كان وفد متكامل. حبيبة وعبد الرحمن دول اثنين من ضمن أعضاء الوفد يعني اللي كانوا في المنتدى. كان المنتدى فيه 300 شاب وفتاة من الدول العربية، كلهم شباب جامعات. إلا الطلاب الوحيد وفد الكويت اللي كان يمثل مدارس الكويت، طلاب ثانوية في الكويت يعني. والمنتدى يتناول أهم قضيتين في العالم، الأمن الغذائي والمياه، يعني قضيتين العالم كله بينظر ليهم باهتمام جدا. ضجة بالعالم تصير على هالموضوع حاليا على موضوع القرن يعني. فكان الطلاب ثانوية في العمر ده ويتناولوا قضيتين عارفين من دلوقتي يعني مياه وأمن غذائي، قضية مهمة جدا. بالإضافة لإحنا شاركنا هناك الفريق عندنا خدمة مجتمع وبيئة وليس بيئة فقط، فعملنا إحنا أنشطة مجتمعية في مصر. زورنا مستشفى سرطان الأطفال الأورمان بمدينة الأقصر، وقاموا الشباب بالزيارة، زيارة المرضى والتبرع بمبلغ يعني هناك، زيارة مركز الدكتور مجدي يعقوب والتقى بدكتور مجدي يعقوب جراح القلب المشهور في أسوان، مدينة أسوان برضو. دي زيارة من ضمن زيارات خدمة المجتمع، لأن هم اليوم أنشطة كتير في الكويت خاصة بخدمة المجتمع. هو فريق متخصص وحصلوا قبل كده على المركز الأول على مستوى مدارس الكويت كأفضل فريق خدمة المجتمع في الكويت من مسابقة الابن البار البغلي. الابن البار كانت مسابقة كبيرة. نعم. وحنا حصلنا المركز الأول، مشاركة وغطينا يعني المسابقة، يعني مشكورين شراكة لمدة عامين على التوالي مع مارينا ميديا. ودي توجهات سامية من دولة الكويت يعني دولة الإنسانية، أن الطلاب في الثانوية عامة يعملوا فريق خدمة مجتمع في العمر ده بالذات، يطلعوا يعني عارفين دور المجتمع ودور البيئة، غير لما يدركوا لما يخلصوا جامعة يفكروا في البيئة والمجتمع. لا، من سن الثانوية احنا بنزرع في المدرسة عندنا الاهتمام بخدمة المجتمع والبيئة ونشر الوعي بيهم إن شاء الله. كيف تم اختيار مدرسة الدانة العالمية أن تشارك في هذا المنتدى؟ احنا عضو فعال في الاتحاد العربي للشباب والبيئة، أحد منظمات جامعة الدول العربية، وده خامس مرة نشارك فيها. احنا شاركنا قبل كده في شرم الشيخ على منتدى البيئة الساحلية، شاركنا على منتدى البيئة التراثية كانت في مدينة أسوان، وشاركنا على البيئة الصحراوية. نعم. وده الخامس منتدى عن المياه والامن الغذائي، يعني مش اول مره لينا، فاحنا عضو فعال في الاتحاد العربي للشباب والبيئه. في شروط للمشاركه؟ شروط المشاركه اللي احنا يكون طلاب متميزين طبعا باسم المدرسه وباسم الكويت دراسيا وعلميا واجتماعيا وثقافيا، حياه معينه تبقى احنا اختيار. احنا كان اختار فوق من 50 طالب، اخترنا ال 10 طلاب دول يمثلوا الكويت. شنو الاعمار اللي شاركت في وفدكم وفد مدرسة الدانة العالمية؟ كلهم ثانوية عامة، ودول أصغر اثنين اللي موجودين معنا على الهواء. ما شاء الله. حبيب أصغر اثنين في الوفد كله. زين، بالنسبة أول مرة أنت قلتي لي تسافرين من غير الأهل.
شلون كانت السفرة؟ لا كانت حلوة خالص. طيب بالمدرسة الدانة العالمية إذا تكلم منو يعني المعلم أو المدرسة اللي يعني تربطت فيها علاقة مختلفة عن البقية؟ معلش تاني إيه؟ يعني منو الأكثر مدرس أثر فيك في المدرسة؟ مستر هاني اللي قدامي. عبد الرحمن منو أقرب المدرسين اللي تشوفه نموذج يعني جميل؟ والله في أساتذة واجد ما شاء الله يعني عليهم، طبعا منهم أستاذ هاني أكيد يعني، وأستاذ وليد الله يعطيه العافية ويمسيه بالخير، وفي مثلا نفس أستاذة الأحياء تعطينا نشاط وتعطينا يعني حيوية، تحس أن المادة اللي احنا قاعدين ندرسها هي مادة الواحد انه يزهق منها، انها هي واجد بس مادة علمية ثقيلة بالضبط، لكن هي ضافت عليها الإثارة اللي تخلي الواحد لا يبي يدرس وكذي الحصة وناسة. جميل هاكد. جميل زين، انت اول سفرة لك مع المدرسة؟ اي نعم اول سفرة بروحي بعد بعد كسرتوا ارقام بريكنج ريكوردز مثل ما يقولون. زين خلينا نتكلم هناك، شلون كان جدولكم في المنتدى المياه والامن الغذائي قضايا حياة؟ شنو كنتوا يعني تسوون من يعني تقدرون، شنو النشاط اللي كنتوا تسوونه؟ والله احنا كنا نقوم بالساعة 8 الصبح نروح نفطر، بعد الأكل نروح نبدل ثيابنا ونتوكل على الله نزور الأماكن التراثية في مدينة أسوان ومدينة الأقصر، وأيضا روح زرنا الأكاديمية، هذا من أهم الزيارات، أكاديمية المناخ. طبعا احنا هناك حدثتنا الدكتورة شو اسمها ذكريني مش فاكره والله خاصة دكتورة جامعة اي دكتورة سوزي كلمتنا عن مشاكل المناخ اللي معظم الناس يجهلونها وخصوصا الطلاب او الشباب الناشئين واللي باعمارنا طبعا. فهناك سالونا سؤالين قالوا شلون ممكن احنا ننهض بتعليم المناخ، وايضا نبي اسم جديد لكوب 24 اللي كان في دبي هذا بالفتره اللي طافت. فطبعا هذا شرف جميل لي ان اطلع واتكلم بالنيابه عن مدرستي، وطبعا فكرتي كانت ان احنا نحط تعليم المناخ من ضمن المنهج الدراسي المدارس، وهذا شيء جدا جميل ومفيد للطلبة الجدد. وأيضا ننظم كل عام دراسي زي نفس مقابلة، مثلا نجيب عالم متخصص في علم المناخ يقعد يكلمنا حنا شباب يعني شباب المتوسط شباب الابتدائي شباب الثانوي، ولكن على كل فئة على حسب فهمها. نعم نعم عساكم على القوة، بالعكس شيء جميل، وأنا سعيد أنك أنت رجعت من هذا المنتدى وأنت مستفيد وفي ذاكرتك يعني مجموعة من الذكريات اللي إن شاء الله يكون أثرها طيب عليك وعلى مستقبلك وعلى البيئة. شوف إحنا في المارينا طالع عندنا هذا أمر مهم، كل المزروعات هذه ترى طبيعية ما هي صناعية، ما شاء الله. فهذا من باب أيضا استدامة البيئة والحرص من إدارة المجمع، مثل ما أنتم مدرستكم حريصة إحنا مجمعنا حريص، عشان كذي صار في الكولابوريشن هذا، صار في تعاون. زين أستاذ هاني نرجع مرة أخرى ونتكلم عن يعني أثر مثل هذه المشاركات على الطلبة، يعني ما شاء الله حبيبة وعبد الرحمن وفي غيرهم بعد 8 طلبة آخرين، يعني هذا مثل استثمار، أنتم استثمرتوا في النشأ وإن شاء الله هذا يعود بالنفع على المجتمع. أنت شلون تشوف بحكم
خبرة السنين، مثل هذه المشاركات أثرها على الطالب والطالبة شلون؟ صحيح، هي ترجع الفكرة لسنة 2017، خدت الموافقة من السيد عبد الله الصايد رئيس مجلس إدارة شركة خدمات التعليم الإلكتروني اللي هي تمتلك المدرسة. نحن ننشئ فريق مجتمع متخصص في الكويت من الطلبة دي. الحمد لله ربنا وفقنا وحصلنا على بعض الموافقات، تعاون مع كتير، وعملنا ماراثون، تنظيم ماراثون أنا واعي بالتعاون مع وزارة الصحة على شويخ ميدان شويخ. عملنا ماراثون تاني أنا أقدر للطلبة الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الهيئة مع العاقة. الطلبة نفسهم عملنا فعاليات كتير جدا في الكويت، زيارة دار الأيتام والمؤسسات الاجتماعية، مستشفى زين لسرطان الأطفال، مستشفى مكي جمعة. الطلبة في السنة دي لما بيروحوا يزوروا مستشفيات زي احتياجات خاصة وحاجات كبيرة، ما توقفناش للداخل المحلي، اتجهنا للتعاون الدولي، رحنا مستشفى 57 سرطان، أكبر مستشفى سرطان الأطفال في العالم في القاهرة. رحنا دار أيتام معاقين، أنت متخيل يكون طفل أو طالب في ثانوية عامة يروح يزور طالب يتيم ومعاق في نفس الوقت، مش يتيم بس ولا معاق بس، الاثنين مع بعض يمتلكهم الطالب ده اللي هو اليتيم ده، يحس الطالب إن هو في نعمة كبيرة عن زمايله. الحمد لله من 2017 دلوقتي طلابنا كلنا كانوا في الفرقة بتاعتنا، كلنا متخرجين من كلية طب وهندسة من أمريكا ومن بريطانيا، ولغاية دلوقتي ذكرياتهم واخدين شهادات مشاركة بيفتخروا بيها برا داخل الكويت وخارج الكويت. وده إن شاء الله إحنا متواصلين فيه في سياسة الإدارة المدرسة لأجيال القادمة إن شاء الله بإذن الله بتوفيق من رب العالمين. النشاط القادم إمتى إن شاء الله؟ احنا كنا عاملين حملات، بما اننا في شهر كريم، حملات انسانيه يعني بايات من القران الكريم. يعني احنا عندنا مثلا في وقولوا الناس حسنا، عايزين نعمل حاجه مبادرات في المجمعات التجاريه. احنا نفذنا في المارينا بالفعل عيد الام قبل كده، وزعنا ورد هنا يوم عيد الام، وعملنا فعاليه قبل كده وبالولدين احسانا، وليس عيد الام فقط، يعني احنا الاب والام، الناس كلها بتتجاهل الاب في عيد الام فبنقول عيد الام، الله يجبر بخاطرك. ورحنا عملنا الفعاليه دي سميناها وبالولدين احسانا، ووزعنا كل اب وكل ام في مجمع مارينا هنا وردة هدية باسم فريق خدمة المجتمع. وخدنا نفس نظام القرآن وقول للناس حسنة، يعني الواحد لازم يقول للناس حسنة، يعلم الأولاد في السن ده بوردة كده على شكل الوردة وحلوة، النظام إيه؟ وقول للناس حسنة، ناخد من القرآن آيات. يعني غرس مثل هذه القيم عند الطلبة والطالبات له أثر كبير، وهذا ينم عن يعني تخطيط ويعني حسن إدارة في مدرسة الدانة العالمية. الله يعطيكم الصحة والعافية، أنا سعيد جدا بوجودكم. قبل الختام حبيبة، وين تشوفين نفسك مستقبلا؟ هتبقي إيه؟ أنا عايزة أكون دكتورة نفسية إن شاء الله. إن شاء الله، أي والله، عشان تفكينا من العقد اللي نشوفها. الله يعطيك الصحة والعافية. عبد الرحمن، أمنية الوالد، الوالد كان يبي يصير طيار حربي، بس أنا عاد بصير طيار لكن مدني. إن شاء الله. إن شاء الله. حلو حلو حلو، الله يخليك، نبي بس 10 كيلو كل سفرة زيادة. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعطيكم الصحة والعافية. منو التيم الجميل اللي جاي معطيكم سبورت؟ قولهم منو ربعكم، ما أعرفهم. في علي وعبد الله ومبارك. مبارك ما شاء الله، ومنو بعد؟ دول كانوا معهم في مصر على فكرة، من الوقت كان في مصر. والأستاذ ليش؟ مستر وليد. مستر وليد، كلنا ناسينا مستر وليد، عضو أساسي، شلون ننساه. الله يعطيكم الصحة والعافية. مدرسة الدانة العالمية كان عندهم مشاركة ومثلوا مدارس الكويت في منتدى الشباب والبيئة اللي يقيم بجمهورية مصر العربية تحت عنوان المياه والأمن الغذائي قضايا حياة. طبعا هذا نظم الاتحاد العربي للشباب والبيئة بجامعة الدول العربية، وكانت في مشاركة مدرسة الدانة العالمية بالكويت من خلال 10 الوفد، كان يتكون من 10 طلبة وطالبات ومشرفين 2. أستاذ هاني رفعت، الله يعطيك الصحة والعافية، تحياتنا لك ولكل الزملاء هناك في مدرسة الدانة ولكل أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات. شاكر لك أستاذ مهند، وإحنا شرف لنا في قناة مارينا إف إم، إن شاء الله كده نكون وعي دائم بإذن الله بالتعاون معكم إن شاء الله. إن شاء الله، حياكم الله والساعة المباركة. شكرا لك. شكرا. طبعا السائر لتأجير السيارات أبو طلال، يعني البارحة كنا نسولف وأول البارح صح ان يعني احنا ليش في احيانا في يقول لك ليش ابتلش بسياره تقعد وياي سنين؟ بالضبط. ليش ما اجر انا سواء يعني سنويا او كل سنتين او شهريا على حسب ما يناسبني ويناسب ميزانيتي؟ بالضبط. ادفع قصدها محموله مكفوله كل شيء عليهم، انا بس اصب بنزين. ولدك بنتك 18 سنه طلع موت او طلع قصر الجازه ولا بدل ما هذا خذ للاجار يبقى على سنتين اسبوع شهري، واضمن لك واريح لك، خذها مني
ساير اي ولا تفكر تويوتا لكسس حبيبي الله عليك تتسالف على كد ومد هذا رقم واحد أيه. فنيين على اعلى مستوى وخذ فخامه وخذ جوده حتى بعالم الشاحنات عندهم هينو عندهم اشوك ليلاند هذول الشركات والمؤسسات عدل اي اي أيه. براندات يعني حتى اقول لك غير السيارات شاحنات عندهم شكرا يعني على مستوى الافراد والشركات والمؤسسات براند صار له اكثر من 50 سنة صح ما شاء الله يعني اصلي نكمل الحكي عن السائر عقب الاذان إيه؟ ليش لا السائر للتاجير موضوعهم موضوع ويا المارينا وعندهم مسابقه اليوم نتكلم عنها بالانستغرام احنا بنقول هني سؤال وجاوبوا بالانستغرام برافو عليك يلا الديوانيه برعايه تطبيق جاهز مع تطبيق جاهز استخدم هالكود R1KD ولك كاش باك بقيمه دينار طول اليوم على كل طلباتك ودك تأجر سيارة بس ليه الحين محتار وتبي خدمات عجيبة تريحك بالاختيار السائر لتأجير السيارات أفضل قرار خدمات تأجير مبتكرة ومميزة للأفراد والشركات شناطر تواصل معهم على 220-52-440 لا تنسى تطلب حلول زوارة من تطبيق جاهز خلك جاهز الديوانية برعاية تطبيق جاهز الديوانية يا أخي أبو كميل والله قوي نعم يوم كنا نسولف عن السائر إيه؟ يقول قبل تويوتا سووا دعاية شارك فيها مارادونا اي والله بس أي سنة قلت له 1988 بعد كأس العالم اللي 86 بعدها بعدها سوى مارادونا سوى دعايه مع تويوتا تويوتا اي ممتاز والله هايلكس يطقها تشيل الكره يلعب وياها ترد السياره موجوده موجوده والله والله ما ادري يا ريت يعني اذا الشباب في دعايه سواها مارادونا يا سلام عليك هذا هاني شوف شوف هاني كارولا كورولا الجديده بتصميم مليء بالرشاقه كراون تويوتا ترتقي الى مستويات جديده بكراون الجديده كليا لاند كروزر هايلكس الان بداخل يزهو بالفخامه كريسيدا بمحرك سعه 2800 سنتيمتر مكعب يعطيك استجابه خاطفه شاهد موديلات تويوتا 88 الرائعه الان تويوتا الله لا بس مارادونا والله اتذكر كالشعر ينبي تدري ليش؟ اي والله لاني انا وقتها كنت يعني طبعا مارادونا كان ايقونه يعني شنو يعني؟ ايه ايقونه فيعني اقوى من ابراهيم كميل لا لا بس تويوتا عراويك شوف الفخامه وعلى فكره تويوتا يعني الخليج هني يعني بعد مو ماكو بيت يخلى يا زلمه تويوتا مارادونا يا ابو ما تقول ذكاء اصطناعي ما ذكاء اصطناعي مارادونا مارادونا بشحمه ولحمه لا بشحمه تو ماخذ كاس العالم من نابولي يا سلام الحين نبي احنا مثلا الحين لما انا اسوي دعايه تلقى يعطوني اي سياره على عندي على عندي قولين انت يبيلك تسوي دعايه رمل بالربع الخالي والله يعني انت بتبي ترد بس لا والله بنتلي شوف شوي على الله انا اعتقد اعتقد شوف انا حطيت قولين صراحه 300 المملكه العربيه السعوديه الحين عندهم مشروع رهيب اللي هو نيوم نيوم السماء؟ لا اقرب لك لا نيوم هذا يعني على ساحل البحر الاحمر في مجموعه منتجعات واماكن سياحيه فاعتقد انت يعني ممكن هناك انت وكابتن سعيد العواراني يكون لكم مشاركه وظهور اتوقع الاعلان راح يضرب نشابه بعض لما نلبس شماغ كذي في بوحه بس على طاري مارادونا والاعلان الخاص بالتويوتا قبل الاذان كنا قاعد نسولف يا ابو يوسف عن السائر وخدمه التاجير أيوة والجوده المتميزه وايضا الشراكه اللي ما بينه وبين السائر في المارينا امس كان عندنا مسابقه هي كانت الاولى من نوعها في الانستغرام الخاص بالمارينا كان نعم. الاستطلاع ايما تفضل اكثر المدى الطويل او القصير فيما يخص التاجير نعم فمن خلال الاسئله هذه والتعاون مع السائر لتاجير السيارات انتم كل يوم راح ننزل بوست في حساب المارينا في الانستغرام هذا البوست فيه سؤال راح نقوله بالدوانية لكن الإجابة في فقط البوست. على البوست صحيح. تكتبون بالكومنتس تحت أول ما ينزل البوست وتجاوبون كل واحد يجاوب راح يدخل السحب واللي من خلاله السائر لتأجير سيارات يعطونا كوبون بقيمة 50 دينار صاير لتأجير ايه صاير أشكالي عبالهم 50 ويوسف أمس يسألوني الربع 50 كاش ولا 50 من ضمن قيمة الأجار يعني تأجر سيارة لك أنت 50 دينار
عاد تبي يعني تزيد عليها ولا تستغل ال 50 هذا شيء. شنو الخصم بيوسف اللي 25%؟ يعني انت يرجع لك هذا ال 50 ولا وتستفيد 25%؟ لا انت شفت لي هذا ربحت في المسابقه زين وفوق ال 50 دينار هذه تحط بعد كود الخصم اللي من خلال المارينا اللي هو اتش او ام اف ام اف ام اف ام ام لا ام اف ام ام اف ام 25% صح. تخيل عاد شوف كم يطلع لك عاد والله كود تخيل. الخصم ام اف ام 25% غير الخمسين هذا اذا ربحت اذا ربحت الخمسين انت تستغلها كيفك باللي انت تبيه. حلو حلو هذا الخصم 25% خاص لكل مستمعين. سؤال اليوم شنو لو مو سياره بعد سؤال اليوم شنو بالخاص اليوم سؤال اليوم راح ينزل في البوست عشان كذي انا قاعد اقول ابي العالم تروح للبوست كهو اذكر ثلاثه من فروع الساير لتأجير السيارات السبعة. يا سلام عليك. هم سبعة. أوه سهل يعني سهل. إيه يعني قل لي. الأحمدي. الأحمدي. العرضية الري. الأحمدي العرضية الري الشرق الفروانية فندق كراون بلازا برج أسنان شارع السور هذه سبع فروع كتبوا ثلاثة منهم في الكومنت الآن عندكم فرصة للحصول على 50 دينار من قيمة أجار. اي سياره من ساير لتاجير سياره على الانستغرام الخاص في مارينا اف ام ومارينا تي في موجود هذا البوست تقدر تجاوب عليه واللي بيستفسر اكثر فيما يخص العروض المقدمه للافراد للمؤسسات للشركات فيما يخص عمليه تاجير السيارات من لدى الساير اللي يتمتعون بخبره اكثر من 50 سنه فنيين على اعلى جوده ومستوى ارقامهم 1-8-0-2-0-0-8 او 1-8-0-3-8-0-3. ابو يوسف ابو طلال الحين لو اروح انا اجر هاللكسس الله اي كذا اتمشى فيها والله يعني تليق بك والله العظيم انا جايب اللكسس صراحه فخامه صراحه جربه والله كد ومد اللي يسال عن وسائل التواصل الاجتماعي وحساباتهم ترى الساير كار رنتل هو الحساب وايضا موقعهم الساير هولدينج.com هذا والارقام تفضل فيها ابو طلال وقالها ابو كبير قول لنا الارقام انت بالارقام تعرف تقول نعم نعم 1-8-0 1-8-0 سلام 2-0-0-8 زين ليش ما تقول 180-2008 في ناس يمكن ما يفهموا ما يعرفوا انا كذي والله انا مو مرة اكتب 180 انا اكتب لا 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 انا مو من الربع هذا الاوليه مالت ابو كميلانو هي مالتي انا اللي هي شلون 1-8 نقلني ابو كميل نقلني 1-8-0-3-8-0-3 شلون 1-8-0-3-8-0-3 زين لما تقول 1-800-3-800-3 هم ما لا لا في ناس لا 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 انا اضيع انا اضيع سبحان الله إيه والله اضيع والله الناس شنو هذا؟ ناس مو كل واحد كل واحد لا لا يعني لا 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 تايم احمد عاطف لا يقولها يقول 1-8-0-2-0-0-8 ربعنا واخواننا المصريين 1-800-3-800 هم شطار في السالفه لان اذا مثلا انت في مصر على طول مثلا شارع عرابي 505 على طول شطار في الموضوع لا بس لما نتكلم مثلا بالعربي الزيرو زيرو ما يقول صفر لازم زيرو 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 لا ما يقولون صفر زيرو 17 زيرو 18 زيرو 105 شكرا لمصر شكرا لمصر والله ام الدنيا والله اي والله الحين الحين يعني الا المصريين لا 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 انا بالنسبه لي دير بالكم انا بالنسبه لي الحب خط احمر الحب اقسم بالله خط احمر والله الحب انا دائما اقولها والله جد انا اللي ضحكني مصري انا اللي اطربني مصري انا اللي درسني مصري انا اللي بتشاني مصري انا اللي اسعدني مصري انا بالنسبه لي يعني عادل امام وحيد سيف انا ترى الفنان الاول الكوميدي بالنسبه لي وحيد سيف انا بالمارينا اللي تلفزني مصري لما تروح الحسين هناك الله الله تشطب عليه سوس ها الحين برمضان تروح الحسين زين زين انت الحين انت مشتهي هذا عرسوس عشان كذي سوى له الليله هذا كله خلينا نرجع حق موضوعنا السؤال اللي الان نعم يطرح نفسه حطيناه في بوست المارينا في الانستغرام خاص في طبعا الساير لتاجير السيارات اذكر لنا ثلاث فروع من فروع مكاتب الساير لتأجير السيارات طبعا احنا قلنا لكم من السبع فروع اللي موجودين الري الاحمدي الاحمدي الشرق. الري العرضية الشرق الفروانية فندق كراون بلازا برج أسنان اللي على شارع السور حط ثلاثة ايه ثلاثة ثلاثة
انزل ثلاثة منها السبعة أيوة. وتاخذ 50 دينار من ضمن قيمة أجار سيارة من السائر لتأجير السيارات. شكرا شكرا صراحة السائر لتأجير السيارات. والكود الخصم مالنا كم أبو يوسف مالنا الخاص بالمرينة؟ MFM25%. هذا الحين اللي عزم ونوى يروح السائر يأجر يحط الكود 25% هذا يحصل على 25% حلو خصم لكل مستمعينا ومشاهدينا يا جماعه يسلم عليكم. طبعا تأجير السيارات اليومي والاسبوعي والشهري صح. هذا باستخدام هالكود وهم الجماعه يعني عندهم تأجير فوري سواء تبي يوم تبي اسبوع تبي ثلاثة اشهر تبي شهر شهر ونص على انت يعني واحتياجك. واللي يسأل يقول ابي اكثر كل شيء متاح كل شيء موجود متاح. لكن وفق معايير وإجراءات متبعة بإذن الله تعالى. طبعا خبرة 50 سنة نعم. جماعة براند يعني ما تقول السائر وتيوتا ولكسس ما يحتاج بعد أنت عارف رايح حق مكان مضمون. زين أمس أجرينا يعني أو قلنا السؤال صح. المدى القصير أو المدى التأجير البعيد صح والمدى الطويل المدى الطويل والمدى القصير صاير لك شيء اليوم ايه مدى بعيد مدى قصير ايه ويا ما اخذ الايام الله وقف ايه ويا اللي اخذت الشمس وتلف هذا انا من زمان تلف سبع لفات بالمارينا ما ادري ما يصير ايه سبع لفات هذا حق لطفي احمد 14 15 تاع لفات فات بيديروا سبع لفات معروفة. ايه ترى شو اسمه انا مو ثعلب ترى انا اسد ترى التجار دائما يمشون داخل مجمعات كذي شو يسوون؟ دائما يمشون داخل مجمعات كذي يعني زين انتوا كل هالكلام لا يودي ولا يجي خل نروح الى السحب ونشوف من السعيد او سعيدة الحظ اللي فازوا البارحة في 50 دينار يلا اعطونا السحب. هذا كان السؤال هل تفضل التأجير المدى الطويل ام القصير؟ نشوف الوينر منو الفائز؟ هذه حسابات اكونتات طبعا يا جماعه اللي بالتلفزيون اللي بالاذاعه يشوفونه اس اس اي اي ام ام اي اي 1277 سي حاط صورة رونالدو انا استانست لك صادق بدي اركض اسويها الحين زين هو ما له اسم بس هذا المنشن مالك كابتن اس اس اي اي ام ام اي اي 1277 وكان جوابه المدى القصير المدى القصير يفوز اللي حاط صورة رونالدو ألف مبروك كوبون من السائر لتأجير السيارات بقيمة 50 دينار تقدر تستخدمه وطبعا تراجعنا هني في المارينا نسلمك الكوبون احنا موجودين من 10 لغاية الساعة 2:30 يوميا ما عدا اللي معه السبت صحيح قواكم الله زين يسلم عليكم الشيخ نواف احمد النواف أيوة. امس كنت عنده والله وقاعد يقول انا اتابعكم الامانه من اطلع من الدوام يسلم عليكم كلكم الله يحفظك الله يسلمك وامس رحت لأ الشيخ نواف احمد النواف الامانه يعني عندي سايق درايفر مالي أيه. طلع له اجازه تو فانا داش للحين بقول قصه ايش فيك لا خراتني والله لا والله ما كمل هدي كمل في شيء ما ادري لا بس انا ما احب السوالف الشخصيه لا 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 ما له شغل ما له شغل مو بدش شو اسمه بس هو تراي ايش قال لي هو قال لي خلي نروح رقم 7 يعني رقم صح اي رقم 7 فعلا نطرنا في جام ننطر على ما يدش اي جام ننطر على ما صح لا 5 دقائق 10 دقائق قلنا زحمه وشايق ما في زحمه وين هذا راجع نروح 7 كان ادق عليه قلت له وينك انت يقول بابا انا اروح البيت راح البيت زي يقول ولد راي انت انا مو ولد راي انا جاي ما لا اقول لك خليك راي زين المعذب اللي جايبك هذا شلون عليه مسكت وجهك وين لا 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 شخوه هذا لا أبعنا زين احنا يا جماعه ايام يعني قليله تفصلنا عن نهايه المباراه العرس الديمقراطي اللي راح تعيشه الكويت في يوم 4/4/25 رمضان اللي راح يكون في انتخابات مجلس الامه هذا اليوم سيشهد طبعا عمل كبير من جميع وسائل الاعلام الخاص والعام طبعا ومجموعه من الحسابات الاخباريه المعتمده والمرخصه في السوشيال ميديا ووزارة الإعلام يعني سنت ووضعت قوانين لتسهيل مهام الإعلاميين وكذلك الصحف الإلكترونية وغيرها من الوسائل المتاحة لتغطية هذا الحدث. معنا عبر الهاتف أخونا أبو سلطان لافي سبيعي الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام. مساك الله بالخير أخوي لافي. مساك الله بالخير
خير وحياكم الله يا استاذ مبارك، تقبل الله طاعتكم ومبارك عليكم ما تبقى من الشهر طال عمرك. يا هلا ومرحبا، حياك الله، سعيدين احنا في اذاعه تلفزيون المارينا ان تكون معنا عبر الهاتف للحديث عن استعدادات وزارة الإعلام لتغطية انتخابات مجلس الأمة وأمة 2024. حياكم الله، يعني احنا وزارة الإعلام في كل انتخابات، ممكن احنا الذاكرة المؤسسية لنا الانتخابات غريبة، كان عندنا انتخابات في 22 وعندنا انتخابات في 23 وعندنا انتخابات في 24 حاليا في 4/4. طبعا وجود قرارات وزارية منظمة لعملية الإعلامية خاصة في شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة، وهذه صدر فيها طبعا قرار وزاري رقم 17/2023 نظم عملية الإعلام في تغطية الانتخابات. اليوم الانتخابات يعني ما هي ظاهرة أو موجودة في الكويت كثر ما هي اليوم دلالة أمام العالم كله على نوع الديمقراطية التي تمارس في الكويت وتغطيتها إعلاميا، وهذا الأمر طبعا الكويت في جميع الإعلام المرخص من مرئي ومسموع ومقروء وإلكتروني حريص جدا على أن ينقل هذه الأحداث بصورة مهنية، ووزارة الإعلام من خلال التعاون ومن خلال يمكن المركز الإعلامي اللي يقيم في إدارة الانتخابات أثناء تسجيل المرشحين لعضوية مجلس الأمة، وكذلك احنا عندنا مركز اعلامي الاعلاميين طبعا راح يقام اعلاميين من داخل الكويت ومن خارج الكويت راح يقام خلال الايام القادمه قبل الانتخابات بثلاث ايام اربع ايام، ونتابع طبعا مع جميع الاخوان جميع التغطيات الخاصه في هذا العرس الديمقراطي. العزيز والغالي لاف السبيعي ابو سلطان وياك نادر كرم، ابو سلطان دائما عسى ربي يحفظكم دوركم مذكور ويشهد ويعني يذكر ويشكر. ابو سلطان البعض ما بيقول يجهل لكن ما عنده بعض الامور الخاصه فيما يخص موضوع الصمت الانتخابي. الصمت الانتخابي اللي يسبق يوم الاقتراع بيوم، هل هو معني في حتى الخدمات الاخباريه المفروض انها ما تكتب ما تروج ما تعلن عن هذه الاسماء للمرشحين، ولا الاجراء المتبع في هذا الجانب؟ البعض ممكن يفسر، أول شيء حياك الله في بطلال، البعض يفسر الصمت الانتخابي أنه يمارس على مثلا نشاط معين كمرئي أو مسموع أو مغروء ولا يمارس على الإعلام الإلكتروني، وهذا غير صحيح. طبعا هو يمارس على جميع وسائل الإعلام. اليوم احنا عندنا قانون صدر، قانون 4/2024 الخاص في قانون انتخاب مجلس الأمة، هذا القانون في المادة 22 أوضح أن تمنع جميع التغطيات الإعلامية الخاصة في المرشحين في يوم الاقتراع وقبله ب 24 ساعة اللي هو اليوم اللي يسبقه. لا بسلطان إن آسف بالمقاطعة، البعض عبال أن إقامة ندوات الأمور هذه كلها هذا اللي يعني بالصمت الانتخابي، بافتراض أن أنا عندي خدمة إخبارية وبأعلن عن اسم مرشح هو يعني موقع معي عقد، أنا كخدمة إخبارية ممنوع أعلن أو أسوق أو أروج لهذا المرشح أو ذاك؟ احنا عندنا جانبين اللي هو جانب التغطيه الاعلاميه الخاصه في الاعلان والترويج للمرشحين. احنا نركز دائما ونقول حق الاخوان الاعلاميين لابد من ان يفرق بين الخبر الصحفي والاعلان الانتخابي. برافو عليك. ايوه، لان الاعلان الانتخابي هو دعوه للتاثير على الناخب في ان يرشح شخص معين في الوقت هذا، كذلك ممكن يكون في الأخباريات لو كان هناك ترويج لبعض المرشحين أو إعلان لبعض المرشحين أن يكون هناك إساءة لأحد المرشحين ما عنده وقت أنه يرد على هذه الإساءة لأن الانتخابات تكون في ليلتها. فالصمت الانتخابي وجد لحماية الناخب والمرشح وكذلك الحفاظ على العملية الانتخابية كاملة. فالصمت الانتخابي يمنع جميع ما يتعلق بالمرشحين من ترويج المرشح ومن إعلان المرشح ومن لقاءات المرشحين في اليوم الاقتراع واليوم اللي يسبقه. أما الخبر الصحفي لا، مسموح فيه في الصمت الانتخابي. الخبر الصحفي عبارة عن أنك تغطي اليوم هذه الأحداث، تتكلم عن اللجان الرئيسية والفرعية، عن الإقبال، عن القضاة، عن الترتيبات وجهود مؤسسات الدولة بأنواعها في هذه الانتخابات، لقاءات مع الناخبين برأيهم عن الإجراءات والدخول وكذا الأمور هذه كلها. أما في موضوع
اللقاءات المرشحين أو الترويج للمرشحين في يوم الاقتراع أو اليوم اللي يسبقه فهذه هو الممنوع في الصمت الانتخابي. جميل جميل. أبو سلطان، سؤال الأخير بالنسبة لك، ما أدري إذا رصدت في الفترة الأخيرة لأنك كنت تبين وتوضح وتوعي الناس في عملية المقارنات أو النتائج الأولية اللي قاعد تقدمها بعض الإحصائيات وبعض المواقع، رصدك خلال الأيام الماضية، هل بالفعل أصبح لدينا الوعي في هذا الجانب؟ يعني إحنا اليوم نتكلم عن ثلاث مراحل اللي اليوم نعيشها، اللي خاصة في الندوات الانتخابية في مقر المرشحين، صحيح، واستطلاعات الرأي بالضبط، والصمت الانتخابي. هالأمور هذه كلها إحنا طبعا نعمل من خلال يعني دليل إجرائي وليس من فراغ، صح، فيكون هناك تشكيل فرق. يعني اليوم إحنا في الندوات الانتخابية عندنا فرق مشكلة ميدانية موجودة، والأخوان في وسائل الإعلام يعلمون تواصل هذه الفرق معهم، لأن تم الإعلان مسبقا في منذ إعلان حل مجلس الأمة وبعد الدعوة للانتخابات بإصدار هويات إعلامية للتغطية الإعلامية في انتخابات مجلس الأمة، خصصناها لمجلس الأمة وأعطينا ثلاث جوانب اللي أنا أتكلم فيها، اللي هي خاصة في تسجيل المرشحين في المركز الإعلامي، والخاصة في الندوات المرشحين في مغارفهم الانتخابية، والأمور الأخرى اللي يقومون فيها من استطلاعات رأي. استطلاع الرأي طبعا يحتاج إلى ترخيص، يقدم إلى وزارة الإعلام طلب للحصول على ترخيص إحصاءات واستطلاعات رأي انتخابية. مدة الترخيص راح تكون شهر، تعتبر الفترة لغاية يوم الاقتراع وبعد ظهور نتائج أسبوعين، من بعدها تنتهي الترخيص هذا. والأسبوعين طبعا دائما انتم عارفين ومطلعين ان يكون في تحاليل البيانات والمعلومات، صح، والامور اللي يكون فيها توضيح للنتائج اللي يعني آلت اليها الانتخابات. عساك على القوة. سلمك طال عمرك. عساك على القوة اخونا ابو سلطان لافي سبيعي، طبعا الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام، قواك الله والله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيكم، وما نستغنى عن دعمكم، ودائما الإعلام مهم جدا ونافذة في كل مجالاته، سواء مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو إلكترونية، ونتمنى إن شاء الله الجميع أن يتم نقل هذا الحدث وهذه العملية الانتخابية بصورة إيجابية وبصورة ديمقراطية. عساك على القوة. شكرا 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 بسلطان. يا هلا يا هلا ومرحبا. شكرا. نذكر ترى الانتخابات خاف الناس ناسية برمضان، قبل عملية التصويت من 8 لـ 8، من 8 الصبح لـ 8 المساء، برمضان راح يكون من 12 ظهر لـ 12 منتصف الليل. يا سكر باب الاقتراع الساعة 12 أتوقع، يعني الوقت مناسب جدا جدا، وصادف خميس. أي فحلو، وإن شاء الله يكون في إقبال. يعني هذه أيضا دعوة لكل المقيدين وكل الناخبين، التوجه لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثلكم داخل البرلمان. أول البرنامج ويا أخوك أبو كميل كنا قاعد نحكي عن خبر وسداني الله يجزيه خير مع سمعته، شكرا، والمعلمة الفاضلة إيمان نفت الموضوع بشكل قاطع أنه ماكو شيء، لكن الحين التربية تحويل الدراسة عن بعد يوم الأربعاء 3 إبريل في 124 مدرسة المخصصة كمراكز اقتراع للناخبين. يعني هذه أكدتها وكيلة وزارة التربية بالتكليف الأستاذة أنوار الحمدان، استمرار الدراسة حضوريا في بقية المدارس 124 مدرسة اللي راح تكون مخصصة حق عملية الاقتراع يوم الأربعاء 3-4 اللي يسبق يوم الانتخابات، راح يكون في المدارس هذه التعليم أونلاين، أما الباقي حضوريا. حضوريا زين، حلو الوضوح قبل فترة يعني تقليل الإرباك اللي ممكن يصير. زين أبو طلال، احنا لازم اعتقد الحين وصلنا الخطاب، عندنا بريك عزيز، عندنا بريك، ها يلا وقفل، شوفكم على خير. وباكر الأحد اللي جه باكر ما عندنا شيء، تبين انا باكر حاضر؟ مستحيل مستحيل، يعني باكر عندنا العين الثالثة، العين الثالثة، اي باكر عندنا العين الثالثة، اي العين الثالثة، وعندنا جاهز، صح، جاهز الساعة 9 مع اخوي خالد ابو صخر، 9 للعشر، ومن العشر لل 11 او 11 ونص كيفهم، لهم الحرية. والله مدوا ذاك اليوم يا الاستاذ ليلى احمد، خذوا ساعتين كانوا ممتعين للامانة، وصدى اللقاء رائع كان للامانة. احنا دائما الباب مفتوح، يعني واتمنى من اي شخص يقدر يتواصل ويانا، مرينا منبر للجميع،
وما هي حكر لأحد ضد أحد. فبالنهاية وإحنا مؤمنين بحرية الرأي والرأي الآخر، فأي شخص إذا يقول يبي يحكي عنده كلمة يبي يوصلها، انطرى بأي موضوع يبي يرد عليه، الباب دائما مفتوح وتقدرون تتواصلون ويانا، وكل من يعرفنا ويعرف شلون يوصلنا. شكر أيضا لأختنا نيران التميمي معدة برنامج العين الثالثة، وللزملاء عثمان الشطي وإسراء جوهر، وأيضا لدي جي ساهر وهزار اللي في السوشيال ميديا، الله يعطيكم الصحة والعافية، وحسين غملوش في الكنترول روم، قواكم الله. هني عزوز ذاك اليوم ما يسألني يقول لي منو الدي جي اللي ماسك الدونية، قلت له دي جي ليزر، قال ممكن رغمه فعادي. ها يمكن يبيك عزوز فيغل. قول دق عزوز ابي اكمشن انا 10% زين. دق على 22-20-94. اي هذا واحد عنده انشطه يوزلك. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. هلا وغلا.